السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في سلسله الربح من الانترنت للمبتدئين. نفس الكلام اللي بقوله كل فيديو في هذه السلسله، ان السلسله دي مش محتاجه اي مهارات خاصه، هي سلسله للناس اللي عايز تربح عن طريق الانترنت ولكن ما عندهمش اي مهارات خاصه زي البرمجه والحاجات دي. تمام، النهارده معانا 5 مواقع، ودي اول مره تحصل في فيديو على يوتيوب. دور براحتك، مش هتلاقي حد جاب لك 5 مواقع تقدر من خلالهم ان انت تربح عن طريق انت بتسمع اغاني او بتسمع راديو. انت قاعد بتسمع اغاني او راديو وبتكسب فلوس. واحد يجي يقول لي بقى، عشان انا عارف الكلام ده، واحد يجي يقول لي يا عم احنا ما مش عايزين نسمع اغاني ولا الحاجات المخله ولا كده. اقول لك يا باشا ما تسمعش، شغله فيه وشغال لوحده وهو بيجيب فلوس. انت مش لازم تسمع اي حاجه، هو بس يعني هو مش هيفترض عليك انك تحط السماعه في ودانك يعني، ولكن هي فكره ان انت بتسيب الاغاني شغاله او بتسيب الراديو شغال بدون رغي كتير. يلا بينا نشوف الانترو ونبدا الفيديو على طول، ولكن قبل ما تروح تبدا الفيديو دوس لايك على الفيديو عشان اعرف مين المهتم بهذا المحتوى، وما تنساش تدوس على زرار الاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها، وممكن تجيب لك كوبايه قهوه عشان الفيديو ده طويل 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 وجواه حاجات كتير جدا. بقول لك معايا 5 مواقع، تمام؟ هات لك كوبايه قهوه، كوبايه اي حاجه تفوقك، اي فنجان بيفوقك. يلا بينا نبدا. رجعت لكم مره ثانيه. ملخص الموضوع هو ان انت هتكسب فلوس عن طريق ان انت هتسمع اغاني، او بين قوسين هتسمع راديو بيجيب اغاني كتير. كل طبعا موقع زي ما احنا هنعرف المواقع شغال بطريقه معينه. واحد يقول لي هو انا هكسب فلوس كتير؟ اقول لك بص خلينا واقعيين، ان انت بتسمع اغاني يعني فهو من الطبيعي ان انت ما بتكسبش فلوس كتير قوي يعني، ولكن كل ما بتسمع الاغاني انت اكيد على طول قاعد بتسمع. في ناس طبعا عارف ما بتسمعش اغاني، وفي ناس بتسمع اغاني، تمام؟ في اغلب الوقت بتبقى حاطط سماعات في ودانك، قاعد بتلعب ببجي، قاعد بتشتغل، قاعد بتعمل اي حاجه في حياتك. فبدل ما تبقى قاعد بتسمعهم على الفاضي بتجيب فلوس، فلوس صغيره بقى قليله، الصغير لما بيقعد وقت طويل بيكبر يعني. فالفكره ان المواقع اللي معايا دي بتكسبك عن طريق ان انت تسمع اغاني او تسمع راديو. هتقول لي يلا بقى نبدا بقى عشان انت عمال بترغي كتير وانا زهقت منك. اقول لك شكرا شكرا، انزل اعمل لايك، هفضل افكرك كل شويه انت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه. يلا بينا نبدا على طول. نروح على اللابتوب بقى معايا يا باشا. تقدر تفتح الموقع ده عن طريق الموبايل عشان ما حدش يجي يقول لي انت بتقول في استثناء انت محتاج موبايل او تابلت او لابتوب. تقدر تفتح الموقع ده عن طريق الموبايل او اللابتوب او التابلت من غير اي مشاكل، اي حاجه فيها متصفح يعني. تمام؟ طيب هسيب لكم طبعا اللينكات بتاعت الموقع اللي هتشوفوها في الشرح في صندوق الوصف بتاع الموقع. بص يا باشا، اول موقع معانا اللي هو راديو ايرن، تمام؟ هو من يعني من اسمه كده راديو ايرن، بتكسب فلوس عن طريق الراديو. بص ملخص الموضوع بيقول لك انت تسجل، وتسجيل في الموقع ببلاش، بعد كده تسجل دخول يعني تخش على الموقع، وبعد كده تستخدم الراديو وتشغله، يا اما تستخدم حاجه اسمها اي بي اي، دي بقى حاجه خاصه بالمحترفين ومشرحها في فيديو خاص، تمام؟ طيب الحاجه البسيطه اللي انت تشغل الراديو، بعد كده بيقول لك كل 15 دقيقه هتكسب بوينتات، تمام؟ وتقدر تسحب البوينتات بتاعتك دي عن طريق ان انت تحول بنكي واير، وطبعا حظك حلو ان هم فتحوا الواير ترانسفير في مصر يعني لسه من فتره قريبه، تمام؟ تقدر تحولها لامازون جيفت كاردز، الناس اللي هي بتبقى عايز تشحن ببجي وحاجات من كده، تقدر تحولها بيتكوين، تمام؟ وتقدر برضو تحولها عن طريق اشياء ثانيه، ولكن انا ملخص لك الموضوع يعني، تمام؟ طيب يا باشا هتقول لي يلا بقى خش في التفاصيل، اقول لك خش انت تعمل ساين اب او الاشتراك في الموقع، هتدوس على ايه اللي هي ساين اب دي، هيطلع لك كده يقول لك دخل اليوزر نيم، هتكتب اليوزر نيم الخاص بيك، بعد كده هتكتب اسمك الاولاني، بعد كده تكتب اسمك الاخير، بعد كده الايميل بتاعك، بعد كده تكتب باسورد. ما اعتقدش ان هو بيحط حدود معينه على الباسورد، انا هكتب اي باسورد وخلاص، تمام؟ بعد كده بتكرر الباسورد، بعد كده بتختار ايم نوت اروبوت ديا، تاكد ان هي اتعلمت صح معاك، وتقول له دوس على ريجستر او تسجيل. هنا بيقول لك متصفح سايب البتاع، اقول له سايب يا باشا مش مشكله مش زعلانين. بص يا باشا هتسجل بقى
بتحط اليوزر نيم بتاعك وهتحط ايه الباسورد بتاعك وكده تخش لوجن. هتخش بقى يا باشا على الموقع بالشكل ده. هتلاقي هنا عندك ايه يا باشا حاجه اسمها ستارت ايرنينج، تمام، اللي هي ايه بدء المكسب يعني. دوس عليها. عندك بقى ثلاثة اوبشنز، تمام، ان انت تسمع راديو، ان انت تتصفح مواقع او راديوهات، او انت تادفرتايز ممبر. خلينا بس في الاثنين السهلين من غير يعني ايه تعقيدات. نسمع ايه في الراديو اول حاجه. بيقول لك هنا يا باشا، بيقول لك ايه بقى، ركز بقى في الحته دي، بيقول لك انت ازاي هتكسب يعني او ازاي هتحقق ربح. بيقول لك كل 15 دقيقه هتكسب ربع نقطه، وكل ساعه هتربح نقطه كامله. يعني انت لو قعدت 15 دقيقه هتربح ربع نقطه، لو قعدت ساعه كامله هتربح نقطه. فانت مثلا قعدت 24 ساعه هتربح قد ايه؟ هتربح لو انت سبت شغال 24 ساعه هتربح يا باشا 24 نقطه، مش محتاج يعني حسابات، تمام. طيب هتقول لي طب هي النقط دي بتتحول لفلوس ازاي؟ اقول لك اتقل بس استنى، هقول لك ازاي بتسمع راديو وبعد كده نشوف هنعمل ايه، تمام. هو انت هنا هتلاقي عندك يا باشا الحاجات الراديوهات اللي موجوده ومتاحه انت تسمعها. عندك هنا راديو 4 وراديو 5. في الوقت اللي انت هتفتح فيه الفيديو غالبا هيبقوا مختلفين، ولكن هي نفس الطريقه. كل اللي انت هتحتاجه انت هتدوس على ستارت راديو، هيفتح لك لينك، تمام. بيقول لك this content is supported، يعني بيقول لك ان المكان دون مش سبورتد على الاستيشن دي، على المحطه دي. هتخش تشوف محطه ثانيه يا باشا، المحطه دي برضو مش مدعومه. فانت ممكن تقعد تريفرش لحد ما يجيب لك محطات تلاقيها مدعومه عندك هنا في مصر. بس انا حاسس ان هي ممكن تكون ليها علاقه بالاد بلوكر اللي انا مشغله، بس مالهاش علاقه يعني، تمام. طيب هو بيقول لك allowed geolocations. طيب هو للاسف الشديد مفيش محطات في الوقت اللي انا مسجل فيه الفيديو دون محطات تقدر تسمعها عن طريق مصر، ولكن لو انت ممكن تعمل حركه ذكيه بقى، دي حركه بقى دي تركات مش هتلاقيها غير في الفيديوهات بتاعتنا. تخش بالفي بي ان، تمام. في فيديو في بي ان هسيبه لك في الديسكربشن، تمام، للمتصفحات والموبايل هسيب له لك في الديسكربشن، وهيظهر لك في الاي اللي فوق الناحيه دي او الناحيه دي على حسب انت بتتفرج على الفيديو من ناحيه. الفي بي ان ده هيخليه يشوفك من مكان تاني مش من مصر. مثلا انت ممكن تخش مثلا من ايه، من امريكا، تمام، تلاقي المحطات دي اشتغلت معاك عادي جدا، تمام. انا كده كده ما كنتش عارف اشغل لكم المحطات لان هتعمل كوبي رايت، هتخلي الفيديو مش هينزل على اليوتيوب، لان طبعا المزيكا اللي بتشتغل جوه الراديوهات دي لها حقوق، تمام. بس الفكره بكل بساطه ان انت هتخش على اللينك اللي هسيبه في الديسكربشن فيديو، تتفرج على الفي بي ان وتشغل الفي بي ان، وتخش على الموقع بقى تشغل الفي بي ان. هتلاقي بقى الاستيشنز اللي هنا دي ظهرت لك دي اتغيرت. وهنا برضو تقدر ايه تعمل حركه صايعه، انت هو بيقول لك افيلبل فين؟ في امريكا وفي اوروبا، تمام؟ امريكا واوروبا. فانت تخش بقى ايه، تخش من الفي بي ان على انك داخل من اوروبا او داخل من امريكا عشان تعرف تسمع المحطه دي. وكل ما تسمع المحطه دي ساعه هتاخد نقطه. انت يا باشا كل اللي انت تعمله طول ما انت فاتح اللابتوب او طول ما انت فاتح الكمبيوتر، لو عندك كمبيوتر قديم كده شغله وسجل على الموقع وشغل في بي ان زي ما بقول لك كده، وسيب الراديو شغال. هتقول طب النقط دي اقدر استبدلها ازاي يا باشا؟ ولا تعالى يا باشا كده، تمام، دوس على بوينت اكسشينج او تبديل النقاط. هتلاقي هنا بيقول لك هي طبعا بتبقى ماشيه على حسب الشهور يعني. هو بيقول لك في شهر يعني في اشهر كانت البوينتات دي ب 3 دولار، يعني انا من لما فتحت الموقع ده من كذا شهر كان بيقول لك البوينتات في ال 1000 بوينت ب 3 وشويه دولار، تمام. دلوقتي هو مثبتها على ان ال 1000 نقطه 3 دولار. تقول لي ال 1000 نقطه ب 3 دولار؟ اقول لك انت ما بتعملش حاجه بقى، خليك مركز، انت ما بتعملش حاجه اصلا، انت بس سايب الكمبيوتر شغال وبتاخد فلوس، فلوس صغيره اي نعم، ولكن ايه حاجه كده بتسلك، تمام. لو انت سبت الموقع شغال 24 ساعه و24 ساعه في الاسبوع، احسبها هتجيب لك فلوس، يعني ممكن في الشهر مثلا تجيب لك فلوس حلوين يعني، تمام. طيب ده بالنسبه للموقع الاولاني. هتقول لي طب انا عايز اسحب فلوسي، اقول لك يا باشا حقق النقط وهتسحب فلوسك من غير اي مشاكل، تمام. هتلاقي عندك برضو حاجه هنا في الاكونت اسمها بي اوت، اللي هي سحب الفلوس، تمام. طبعا احنا ما عندناش فلوس خالص ايه في الحساب، فمش هنقدر نسحبها. طيب اقل حد بيسحب الموقع ده ب 5 دولار. ف تعالى بقى نخش بقى على الموقع التاني، ده اول موقع معانا. هنخش على الموقع التاني، عندك في موقع تاني اسمه بلاي ليست بوش،
تقول لي ده يا عم اكسب منه ازاي؟ اقول لك يا عم تعالى بص من غير ما نشرح بقى ولا وجع دماغ ولا حاجه. هو بيقول لك احنا بندفع فلوس عشان لما انت لما تيجي تسمع اغاني او تعمل لها ريفيو تمام، لو عجبتك الاغنيه بيقول لك حطها عندك في البلاي ليست. طيب كل اللي انت محتاج تعمله يا باشا ان انت تدوس على كلمه ابلاي دي تمام، وتبدا تعمل ايه اهي تسجيل تمام بنفس الشكل كده. ولو انت عندك طبعا سبوتيفاي مفتوح في مصر، لو انت عندك في سبوتيفاي تمام بتسجل على سبوتيفاي، لو انت عندك تيك توك تستخدم تيك توك. في ميزه بقى جامده جدا، انت عندك تيك توك بقى تقدر ايه تضيف الناس عندك في البلاي ليست بتاعت التيك توك، فده موقع تاني تقدر تكسب من عليه فلوس برضه تمام، وبيسحب على كل الحاجات اللي بيسحب عليها الموقع التاني. الموقع التالت معانا موقع اسمه ميوزيك اكس راي. الموقع دون فيه ميزه خطيره جدا، انت بتقدر تربطه بالساوند كلاود. هتقول طب الموقع ده بيكسبني ازاي؟ اقول لك يا باشا الموقع ده بيكسبك ان انت بتقدر تكسب فلوس عن طريق انت بتسمع اغاني على الساوند كلاود. واحد يقول انا ما بسمعش اغاني، اقول لك يا عم سيبي السماعه مش شغاله تمام، وشغل قران فعلى اي حاجه جنبك تمام. طيب هتسجل عليه برضه بنفس الطريقه شكله عادي جدا، تقدر تسجل عليه بالساوند كلاود، تقدر تسجل عليه الساوند بالايميل بتاعك نفس الكلام، تقدر تشغل كل المواقع دي في نفس الوقت. لو انت عندك جهاز قديم شغل عليه المواقع دي كلها في نفس الوقت. عندك موقع تاني برضه، كل الموقع ده هسيبها لك في الكومنتات. عندك موقع تاني اسمه هيد بريدكتور. الهيد بريدكتور دون برضه موقع بتكسب بيه عن طريق ان انت بتسمع اغاني تمام، نفس الفكره بالظبط. هتسجل عادي جدا، الحته بتاعت الانكست دي هتختار اللي هو العرق بتاعك اللي هو ايه، يا اما بلاك افريكان يا اما لونك يعني، اكتب ميدل ايسترن تمام اللي هو انت شرق اوسط يعني تمام، وتختار بقى البلد وبتاع ونوعك في ميل ولا ميل ولا في ميل، وبعد كده بتقول له اي موتر وسنة. نفس القصه بالظبط، هتخش جوه هتلاقي كلام جميل جدا. الموقع ده ميزته ان هو بيديك جيفت كاردز، يعني جيفت كاردز دي الحاجات اللي انت بتقدر بقى تشتري بيها اونلاين، يعني كروت اللي هي بتقدر تشتري بيها بابجي والحاجات دي تمام. طيب ده موقع سهل جدا وبرده موثوق منه. عندك في موقع تاني برده اللي هو كاش فور مينتس، اللي هو بيدفع لك فلوس مقابل ان انت بيبقى عندك ان انت بتعمل مكالمات تمام، ان هو بيبقى فيه مكالمات بتعملها عن طريق الانترنت تمام، عشان تسمع شويه ان هو بيكلمك على طريق الانترنت وبيسمعك راديو عن طريق المكالمه تمام. فانت كل ما بتسمع الحاجات دي عن طريق المكالمه كل ما بتاخد فلوس تمام. طيب فانت ده برضه تقدر تسجل فيه بشكل عادي جدا بسيط. بص برضه هنا يعني فلوس، يعني بيجيب فلوس يعني الراجل ما يعني كويس جدا تمام. فانت تقدر تسجل فيه عن طريق ايه بقى؟ عن طريق انت تدوس على كلمه ساين اب دي تمام. نبدا بقى تحط البيانات بتاعتك وتبدا تستخدمه من جوه، هتلاقي الموقع سهل جدا مش محتاج اشرح كل الحاجات دي، حاجات مبتدئين مش محتاجه يعني. المواقع دي كلها تلاقي نفس التكنيك بتاع الموقع اللي شرحته في الاول، فمش محتاجه اي تفاصيل. عارف الفيديو ده كان طويل جدا تمام، لو انت حسيت ان انت مش فاهم حاجه اكتب لي في الكومنتات ممكن اشرحها بشكل منفصل. يفضل انت تكون برضو ايه انت بتراجع الفيديو، لو ما فهمتوش من اول مره عيدوه تاني وطبق معايا وجرب كده، جرب بايديك، كل ما بتجرب بايديك كل ما بتفهم اكتر. واتمنى اكون فدتكم وقلتلكم على استراتيجيات ربح بسيطه وسهله تقدروا تحققوا منها ارباح. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، يا ريت تكتبوا لنا كومنتات دعم بقى ان انتم حبيتوا المحتوى ده ولا لا. يا ريت برضو تفعلوا زرار الجرس واشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها في سبريبت الانترنت. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.